بسم الله الرحمن الرحيم. جماهير شعب مصر العظيم، تابعت بكل حرص واهتمام على مدار ال24 ساعة الماضية كافة الفعاليات الثورية في شتى ميادين ومحافظات مصر، وما طالبت به جماهير مصر خلال مظاهرة أمس في ميدان التحرير وكافة ميادين مصر، وقرأت كافة البيانات والمطالب والشعارات التي صاغها الشعب ورفعها الثوار، وتلقيت تكليفات شعب مصر البطل بكل فخر واعتزاز، كما تلقيت النقد قبل الدعم بكل احترام من قبل الشعب صاحب السيادة الوحيد ومصدر كافة السلطات. واستجابة لإرادة الشعب، فقد قررت الآتي: أولا، اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الحكومة بما يلبي مطالب الشعب ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية، وذلك في أقرب وقت ممكن. ثانيا، أصدرت تعليمات مباشرة للسيد وزير الداخلية بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار، كما كلفته أيضا بالإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع المصري بما يعيد له أمنه وأمانه، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن والتأكيد على أن الأمن ضرورة مجتمعية، وأن الجماهير متطلعة لدور أمني فاعل يعيد الاستقرار والأمان الضروريين لممارسة الحياة الطبيعية. ثالثا، تم التنسيق مع السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بأن يفرغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين لنظر تلك القضايا دون غيرها، وهو ما يكفل سرعة إنجاز هذه القضايا دون التقييد بالإجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا. رابعا، اتفقت مع السيد النائب العام على اختيار فريق من أفضل وأكفأ رجال النيابة للانتهاء من التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين، وقد تم بالفعل إحالة كافة المتهمين إلى المحاكمات الجنائية، كما قرر النائب العام الطعن على كافة الأحكام التي صدرت بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين ورموز الفساد. خامسا، قررت تأسيس آلية مستدامة للحوار مع القوى الوطنية وشباب الثورة لبحث كل ما تتطلع إليه تلك القوى وما يمكن تحقيقه على المديين القريب والبعيد. سادسا، أصدرت تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية باعتبارها حقوق وليست منحة أو هبة من الدولة. سابعا، كلفت وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير، والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والأجور، وتضم كافة الوزراء المعنيين بحيث تلتقي بممثلين عن القوى السياسية وممثلي شباب الثورة وعرض نتائج أعمالها في أقرب وقت بإذن الله. وأخيرا، أحيي جماهير الثورة الملهمة والقائدة، وأشكر كل من عبر عن ثقته في شخصي، وأؤكد لهم أنني لن أدخر جهدا لتنفيذ كافة ما حددته جماهير الثورة، وأعهدكم أن أبقى وفيا للثورة ووفيا للوطن. وفقنا الله لخدمة البلاد، وحفظ الله مصر وشعبها، وحفظ ثورتها وأهدافها النبيلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.